فهاد المباراة هادي كانت غتلعب مع 6 العشية يعني دواء يعني كان ديك الساعة كانت مباراة ما كان داك الساعة بعض الفنادق في 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 في, في الجديدة. هاد المباراة هادي كانت مباراة يعني مع 6 العشية ف يعني المسؤولين على الأمن قالوا يعني المباراة تسرع وتلعب مع 4 العشية. 4 العشية بكل صراحة كنا عاديين يعني بريباراسيو عاديين. يوسف الخولة كان معنا الله يرحمه في هذا النهار يعني في هذه المباراة هذه في مركب محمد الخامس ما بانش لي في المستودع يعني ديما تيلبس حدايا تيبان لي بحال السيد كان مخطوف مسكين يعني ما كنتش كتخيل الانسان حتى في بعض الصور اللي عندنا ملي غنبغيو نصعدوا الحركات السخنية تيبان لك يعني الوجه ديالو سبحان الله يعني مغاير. لعبنا المباراة هو في ذاك المباراة لعبت انا والشبوكي فلاك سنترال ولعب هو كوم بيفو لعب ك يعني ك لورول ديفونسيف يعني ك وسط الملعب. فالمباراه هذه انا يعني حاضر اللقطه حاضر لها كنجوها بعيني بحال كنتذكرها دابا. هذه عدت معك دابا هذه واحد 17 عام او 18 عام للوراء يعني بالخوج الله يرحمه يعني كانت واحد الكره في 16 متر سيكوند ديال الرجاء دار واحد 3 با اون اريير وطاح على ظهره. انا جيت كنجري قلت واقيلا زعما يسخف عادي. جيت كنجري انا الوحيد جيت كنجري بحال هكا وكنهزو من البطن ديال من الدار ديالو وتنسكوي زعما باش زعما تقدر النفس ديالو بحال هكا. هو السيد انا ما كانش كيتخيل ليا السيد راه كيحتضر يعني بكل صراحه ما كنتش كنتوقع انه غادي راهو في فارق الحياه ديك الساعه. العين ديالو كتشوف في السماء الفم ديالو كيصغار ما بلا على لسانه اللي هو انا حاضر انا شفت بعيني كنقول لك انا شاهد على اللحظه. الثاني اللي كنشوف فيه يعني الحم فمو لي يسد فمو بحال هكا يعني تزير الفم ديالو كيشوف عينو الفوق خرج. جا الدكتور اللي بكل صراحه اللي دار واحد الدور كبير كان واحد الطبيب حتى هو كان كيتفرج مورك في المدرجات ونزل كيجري اللي كان واحد الصوره وشادو من 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 من, من العنق ديالو خرجوه للملعب عيطوا لومبيلونس جات تحط تما ما بحال شي حاجه قلت يسير عنده. رجعت لعنده قلت له اخويا غادي تكون بخير هو ديك الساعه وراه مات ديك الساعه يعني بكل صراحه. فانتهينا المباراه تصبنا بالخبر يعني كالصاعقه ان يوسف مات. فما نحكيش لك يعني كانت نقطه تحول في المسار ديالي الشخصي انا يعني من تما هو انسان هو كان معك لعب معك يتمرن معك تغدى معك كلام معك سخن معك لعب معك وتوفى. يعني كان واحد كان اكبر موعد بالنسبه لي انا ولا او موعد العناصر الوداديه ولا الجمهور المغربي بصفه عامه انه خاصه يعني كتلقى هذا في مباراه ديال الديربي 90000 ديال الجمهور سيد فارق الحياه يعني كتبقى ترجع شويه الذكرى كتبقى الانسان العمر ديالو اهم حاجه يعني يخلي البصمه ديالو يعني تكون ايجابيه. الاخير ديالو هو الله يرحمه الان كنتذكروا عليه وكنترحموه كان نعم الاخ وكان قريب ليا بزاف لانه كان كيكون قريب للحي ديالنا كان ديما تنمشي معاه مثلا تنجيبو للدار عندنا تيتغدى معايا الله يرحمه. بكل صراحه اللي كنا وتقربت ليه بزاف سيرتو في هذاك العام يعني كنا درنا واحد تربوس في فرنسا وكنا يعني ما كنتفارقش انا وياه وخامه ولويسي هذا الرباعي هذا والراجي كنا هاد الخمسه هادو ما كنتفارقوش يعني كنضحكوا بعضياتنا كتبقى شاد الاقدار ديال الموت اللي كيفرق لابد من الانسان من هذا من هذا من هذا من هذا اليوم هذا. كما قلت لك كانت نقطه تحول في الحياه ديالي من تما الانسان عرف بان الانسان خصو يعني يكون ايجابي في الحياه ديالو يعني يكون معقول ويكون سيريو واهم شيء ما يتعمدش يأدي ولا يقدر يدي شي حاجه راه كتلعب كره هو صديق كان لعب معك راه بين في لحظه راه هو ترفع ومات الله يرحمه.